غير نذكر بان هذا المشروع نوستالجيا جاء تحت بطبع اولا الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو الذي دائما في الخطاب ديالو يتكلم على يعني ربط الثقافه والتراث بانشطه حيه، ربط بالمجال الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الاطار جاء هذا المشروع نوستالجيا ليس فقط في مدينه الرباط كما كتعرفوا الانطلاقه عطيناها مدينه الرباط، ولكن اليوم هذا المشروع نوستالجيا كاين في مجموعه من عده مدن اللي حاضره فيها المآتي التاريخيه بقوه. نتكلموا على شاون، على طنجه، على الدار البيضاء، وزيد وزيد المدن اللي غيكونوا في هذا المشروع. الهدف الاساسي هو احياء هذه المآتي التاريخيه بالقصه اللي مرتبطه بهم بالمدينه، بتاريخ المآتي التاريخيه. هي طريقه جديده لاحياء هذه المآتي. كتعرفوا بان كيكون هناك اقبال كبير من طرف الشباب والمغاربه عموما، فقط انا كنعتبر شخصيا بان كاين هناك واحد التعطش لتاريخنا ونشوفوه بطريقه جديده. والثقافه عندها الدور الاساسي. اليوم حيينا تاريخنا، حيينا تراثنا عبر نقدروا نعتبروا يعني الاعمال المسرحيه هنا، ولكن بالطبع يكونوا مبادرات اخرى حتى في المجال السينمائي والتلفزي. نحن اليوم في المحطه الثانيه من مشروع نوستالجيا بموقع شاله، بعد جولة ناجحة في مجموعة من المدن المغربية، منها مدينة الرباط في الأول، ثم مدينة مراكش في مناسبتين، ومدينة شفشاون، وبعدها مدينة طنجة. الآن نحن في الموسم الثاني من نوستالجيا. هذا الموسم نعد أننا غادي نشتغلوا على يعني جزء مهم من الحضارة المغربية، حيث أنا غادي نطرقوا الحقبة الرومانية والحقبة الأمازيغية، ثم أيضا الحقبة المرينية، وسنختم يعني بالدولة العلوية. عروض نوستالجيا هي عروض تعرف المغاربة وأيضا السياح الأجانب بتاريخ هذه المملكة العظيمة، تعرف أيضا بالأمجاد اللي عرفتها هاد الجدران لكي لا تبقى صامتة في المآتي التاريخية ديالنا. فاليوم إن شاء الله احنا سعداء أنه وصلنا الموسم الثاني هنا في موقع شاله.